السلام عليكم مشاهدينا الكرام. ملك الوحوش الأسد العظيم يكتسب لقبه من براعته في الصيد، وعبر عملها معا ليس هنالك الكثير مما لا يمكنها أسره وقتله. جاموس بوزن 1000 كيلوغرام بمواجهة لبوة تزن 100 كيلوغرام قد لا تكون مواجهة عادلة. لكن ليس العمل الجماعي فقط ما يجعلها قوية، فالأسود هي القطط الكبيرة الوحيدة القادرة على إسقاط فريسة أكبر بكثير من حجمها. عندما يكون للجاموس قرون ضخمة للدفاع عن نفسه، فإن اللبوء تبقي أسلحتها مخبأة بذكاء. تشهد غابات السافانا الأفريقية معركة شرسة يوميا، حيث تتصارع الحيوانات المفترسة مع فريستها للحفاظ على سلالتها. تواجه المخاطر في كل مكان من أجل ذلك. إنها حيوانات عداءة، لكنها ليست ماهرة، إذ يمكنها الركض بسرعة تقدر ب 56 كيلومترا بالساعة، لكن لعدة ثوان فقط. في موطنها الأفريقي تحتل الأسود قمة السلسلة الغذائية. الإناث تقوم بمعظم عمليات الصيد، في حين أن الذكور تستريح وتحمي أراضيها. كي تعيش تعتمد الأسود على عمل الفريق. ثم تقود الفريسة إلى فخ معد آخر. تجبر الأسود قطيع الجواميس على الهروب، ولتجنب الطعنات تشن الأسود هجوما من الخلف. وفي اللحظة الأخيرة تكشف الأسود عن أسلحتها، 10 مخالب حادة وقوية تغرس بعمق في جلد الجاموس السميك، مما يجعل هذا الوحش الضخم في حال توقف تام. بالإضافة إلى ذلك، تحفر اللبوءة أسنانها بداخل الجاموس، فعضتها أقوى ب30 مرة من قطة منزلية. تسعى الأسود بذلك لشل حركة الجاموس وإسقاطه أرضا. بقبضة لا تهتز، تستخدم اللبوءة عضلات صاعديها لإسقاط الجاموس على الأرض. بهذه الأسلحة الفتاكة تعتبر الأسود أكثر الحيوانات دموية على الأرض.
من بين قطط العالم كلها، تعد الأسود الحيوانات الاجتماعية الوحيدة، خصوصا في وقت تناول الطعام. فبعد أن تتم عملية الصيد، تأكل الذكور أولا ومن ثم الإناث، والبقية من حصة الأشبال. تتمتع الأسود برؤية ممتازة، بحيث أن أشعة الشمس الأكثر سطوعا لن تعميها، كما أن لديها حواسها الأخرى التي هي ليست سيئة أيضا، بالإضافة إلى حاسة الشم القوية التي تمكنها من معرفة الحيوانات المارة حديثا. تجرؤ الأسود الأفريقية على مواجهة الحيوانات الضخمة كالجواميس الأفريقية له ثمن باهظ أيضا. إذ تعد الجواميس الأفريقية التهديد الرئيسي على بقاء الأسود حية. إذ على الأسود توخي الحذر دائما في الاقتراب من الجواميس، خصوصا عندما تكون مجتمعة، الأمر الذي يزيد من خطورة المواجهة. تتعلم الأسود دائما من التجارب السابقة وتطور من أساليب المواجهة، بالإضافة إلى نقل خبرتها إلى الأجيال الجديدة، كما هو الحال مع الأسود. فإن الجواميس أيضا تتخذ من الاتحاد قوة، وغالبا ما تقرر البقاء مجتمعة للتقليل من المخاطر التي تحيط بها من جميع النواحي. إن الجواميس الأفريقية حيوانات قوية وشرسة، واستطاعت في مرات عديدة هزيمة الأسود، بل تمكنت من قتل العديد منهم.